مساء الخير مشاهدينا في برنامجكم بيور فيت، حلقة جديدة وسنة جديدة وكل سنة وانتم طيبين. هكون معاكم آية الجيار ودكتور حاتم بهجات، مدير تحرير مجلة بنها الطبية البيطرية، للتعرف على خبايا وأسرار عالم الطب البيطري. كل يوم أربع الساعة 5 المغرب. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. هنتكلم النهاردة عن اللبن. أكيد. قول لي بقى يا دكتور، ازاي نعرف ان اللبن سليم؟ والله اللبن نعرف انه سليم طبعا ان احنا دلوقتي نجيبه من مصدر موثوق، دي اول حاجه. المصدر الموثوق اللي هو ما بيغشش اللبن، غش اللبن يعني يضيف عليه ميه يخففه عشان يكسب، يعني كده هيبيع لنا الميه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ممكن الناس كمان اللي بتنقل اللبن واللي بتخاف انه يبوظ من الحر والنقل والحاجات دي، بتحط عليه كام نقطه فورمالين كده على القسط بتاع اللبن ده. ده البياع هو اللي بيحط الفورمالين ده؟ عشان يضمن انه ايه، ما يبوظش. طبعا الفورمالين بيموت الميكروبات وكلام من ده وكده، انما احنا بنطمنه انه لو هياخد حتى السفر بتاعه المنطقه من الريف مثلا للقاهره هياخد 4 ساعات، اللبن مش هيجرى له حاجه. لو هو برد اللبن مباشره بعد الحلب هيطول فتره النقل وكده يعني. فاذا انا دلوقتي قدامي حاجه من اتنين، يا اما اخد اللبن من مصدر موثوق ماشي، يا اما ان انا اخد اللبن المعلب المبستر ده بيبقى الترا هيت تريتد، وبعدين ده بيبقى موثوق فيه. ولو العبوات اصغر يبقى احسن. علشان لا معلش، انا مش عارفه اللبن المبستر ده اللي هو ازاي، المغلي يعني؟ لا العلب اللي هو بنلاقيه في السوبر ماركت كده، مش عاوزين نقول اسماء تجاريه يعني. فده بيبقى ايه، معقم ماشي، او الترا هيت تريتد، او معامل حراريا بفوق حوالي 130 درجه مئويه، وده بيبقى سيف وامن جدا. ولو العبوات صغيره يبقى احسن، عشان هنفتحها مره واحده وتخلص. طب احنا دلوقتي انا بشوف كتير اخبار في الجرايد مكتوب فيها مثلا القبض على مصنع تحت بير السلم لعمل الالبان المغشوشه، ده بيعمل ده ازاي يعني؟ والله ما انا قلت لك صور الغش بقى، انه يضيف عليه ميه، ممكن يخلط. ده في خطوره ممكن لو اولادنا شربوا اللبن ده في خطوره لا عليهم؟ لا 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 لا، هي خساره بس، هي خساره بس. يعني انا مثلا بشتري يعني اللي كيلو الا ربع مثلا، يدودوا ربع كيلو ميه بقى كيلو، فهو بس ايه، باع لي الميه ماشي، فكده هو غشني انا خسرت ده كده. اما الفورمالين لو اتحط، لو نسبته طبعا كبيره والعمليه متكرره والمده طويله، طبعا الفورمالين مؤذي يعني، ممكن يعمل مشاكل يعني. الفورمالين مصنف ان هو مسرطن، اللي فهماني. طب ايه اللبن البودره ده، ليه اضرار او ليه مشاكل؟ لبن البودره هو لبن عادي، ولكن نزع منه الميه، لما الميه ترجع له زي قصدك زي الحاجات اللي هي البودره اللي هتتحل يعني، لما ترجع له الميه يرجع زي اللبن العادي. ولكن طبعا الحاجه الطبيعيه بتبقى احسن، والفريش بيبقى احسن، واللي من مصدر موثوق يبقى احسن. طب الزبادي بقى، اعرف منين ان الزبادي دي مغشوشه؟ والله هو الزبادي يعني طبعا طريقه لتطويل عمر اللبن، بدل ما كان اللبن هيعيش فتره قليله يوم ولا حاجه ماشي بره الثلاجه يعني او كده. الزبادي بيتحط عليها فورمالين؟ لا بصي انا اقول لك على حاجه، يعني دلوقتي الزبادي، احنا دلوقتي نقول اللبن هو اللي عشان نقله، بنلاقي في عربيات شايله اقساط لبن وماشيه من الريف للقاهره او المدن الكبيره وكده ماشي، دول بيخافوا من طول فتره النقل، وبالذات في الصيف بيخاف ان اللبن بتاعه يبوظ ويشرش، فيحط عليه فورمالين علشان يحفظه. طبعا ده احنا بنناشد الناس دي ان ضميرها يصحى تاني، وتخاف على ولادنا وتخاف على اخواتهم المصريين وكده. بنبتدي سنه جديده يا دكتور، الناس لازم يبقى عندها ضمير في السنه دي يعني، نتعشم ذلك. اكيد اكيد، واكيد الربح الحلال ربنا هيبارك فيه. بقول لك يا دكتور، كلمني بقى عن غليان اللبن. غليان اللبن في فوران وفي غليان، يعني مش اول ما اللبن يفور يبقى غلي، ده اللبن بيفور عن درجه حوالي 60 درجه مئويه، انما الغليان عن درجه 100. فالناس بتبص بقى ايه، لو اللبن فار يوم ايه، يطفي البوتاجاز يعني، يفور يوم ينزل يطفي البوتاجاز، يا اما هو يلحق يطفي البوتاجاز، طب كده اللبن مغليش يعني، الميكروبات كلها ما ماتتش. لا، امال اعمل ايه، لازم اناء عميق. خد بالك يا دكتور، انا استاذه في ان اللبن يفور مني على البوتاجاز، استاذه. ليه انت يعني الاناء بتاعك مش عميق؟ الكنكه بتاعت اللبن العاديه دي. خلاص حطي نصها. ايوه، لا بحب اللبن كتير معلش. طب انا عايزه اقول لك، في ناس تقليب بقى، ممكن التقليب كمان يساعد انه ما يفورش. في ناس وانا من ضمن الناس دي الحقيقه، بشرب لبن بطني بتوجعني، ليه؟
وزي ما الدكتور عبد الرحمن عبد الرحمن الباجوري عميد كليه الطب المنوفيه واستاذ الرقابه الصحيه على الالبان قال لنا المره اللي فاتت، قال بيبقى في ناس عندها نقص في اللاكتيز انزيم. اللاكتيز انزيم ده هو اللي هو بيهضم اللاكتوز الى سكريات احاديه، فلما يبقى عندها النقص ده هو يقوم يحصل مشاكل هضميه وتعب وكده. والنهارده معانا فيديو هنتكلم فيه عن اللبن يعني. اكيد اكيد. طيب قول لي بقى نعمل ايه عشان الناس دي ضميرها يصحى ويبطلوا يعملوا الالبان دي؟ والله احنا انا شخصيا يعني اقول انت خلي اللبن بتاعك سليم وما تغشش فيه ولا تضيف ميه ولا تضيف فورمالين، وحتى لو حسيت ان انت مثلا هامش الربح بتاعك قليل، لو ارحم بالناس ارحم بالناس وارحم بالمصريين وارحم بالاطفال وارحم بالشيوخ والعواجيز والمرضى، ان يبقى السعر اغلى شويه وما يكونش ايه فيه لا مغشوش بالميه ولا محطوط عليه فورمالين كماده تاذي الصحه والجسم. تمام. اتكلمنا كتير عن الحمام وناس كتير كلمتنا، بما ان حضرتك من المنوفيه والمنوفيه كلها بتتابعنا كله اتكلم عن حلقات الحمام دي، بس في نقط الناس بعتت استفسرت عليها على صفحه البرنامج على الفيسبوك. أيوة. زي مثلا وقت بلوغ الحمام، كلمني كده بلوغ الحمام بيبقى امتى؟ والله وقت بلوغ الحمام من 4.5 لـ5 شهور، وممكن يزيد يتأخر شوية في حالات السلالات اللي هي ذات الوزن التقيل زي الكينج والمالتي. ماشي. والحمام بقى عشان البلوغ أول حاجة هيبدأ يعمل إيه؟ هيبدأ يبقى فيه كورت شيب، هيبقى فيه غزل أو توليف بين الزوج والزوجة أو بين الذكر والأنثى، وبعدين نبص نلاقي البيض ما مش بيضع زي الدجاج كده، الدجاج بتضع، ممكن الدجاجه تضع بيضه كل يوم سواء لقحه. ايه عدد البيض بتاع الحمام بقى وساعات الرقاد؟ عدد البيض بتاع الحمام بيبيض بيضتين. ماشي. بس لما بيبيض البيضتين دول، لما بيبيض البيضتين دول بيبدا يرقد عليهم، حتى ممكن يرقد على البيضه الاولانيه. خلاص. فدي دي ما بيتمش. هي في فتره حضانه يا دكتور؟ يس. هقول لك انا بس بالراحه ثانيه، ايه انا هجاوب على سؤال سؤال عشان الحاجات ما تخشش على بعض. فنمبر 1 انا عندي الاول البيض، مش هتبيض كده عادي زي اي دجاج، لا لازم يسبق البيض كورت شيب غزل، لازم يبقى لازم يتم فيه علاقه بين الذكر والانثى زي علاقه عاطفيه كده الاول، هي دي اللي هتاثر في الهرمونات اللي بتتفرز من الغده النخاميه واللي هي بتعمل التبويض. ماشي. فاذا في الحاله ده هي الذكر بيخاطب الانثى بان هو بينفخ منطقه الصدر دي، ماشي، وبيعمل هديل للحمام زي ما صوت كده معين، وبعدين الانثى بتستجيب ان هي بتقرب منه وتحط بقها في بقه عشان ياكلها زي ما هو بياكل الصغار. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول بقى حتى اللقمه تضعها في فم زوجتك لك بها صدقه، هي بقى نفس الحكايه بتقول له اكلني، زي ما كانت سهير البابلي بتقول لاحمد بيه في مسرحيه اكلني، قال لها ناكل بايه؟ قالت له يا ساتر. فالحمامه بتقول له اكلني. قول لي يا دكتور الحمام مختلف عن الدجاج في صفاته؟ ايوه، زي قلت لك الدجاج ممكن يبيض بيض مائده، بيض فاضي ما هوش مخصب، لو حطيناه في الحضانه او رقد عليه مش هيطلع كتاكيت، ففي ده بيض مائده اللي احنا بناكله، انما الدجاج اللي معاه ديوك هو ده اللي ممكن يطلع بيض مخصب. الحمام بقى مش هيبيض الا بعد ما يعمل علاقه عاطفيه بين ذكر وانثى ويتم التلقيح ويبقى البيض ده مخصب. فاهماني؟ وعدد البيض بيضتين. خلاص. البيضه الاولانيه بيرقدوا عليها الاول، والبيضه الثانيه بين البيضه والبيضه 44 ساعه. من البيضه الاولانيه والبيضه الثانيه 44 ساعه بيتناوبوا الرقاد، ولكن الذكر بيرقد 6 ساعات على البيض من الساعه 10 الصبح للساعه 4 العصر، والانثى بترقد 18 ساعه من 4 العصر لتاني يوم الساعه 10 الصبح، عشان البيض لو برد الجنين هيموت. خلاص. تمام. قول لي بقى انا شايفاك جايب حاجات بس انا مش يعني مش قادره افهمها، على حسب ما قلت لي حضرتك قلت لي ان دي بطه، يا ريت بس الشاشه تكون جايباها. ده هيكل بطه. دي بطه. ودي حربايه. دول محنطين؟ هو طبعا ده كهيكل عظمي، العظم عمليه حفظه سهله يعني مش محتاج ان انا استخدم مواد حافظه فيه وكده، ولكن كل اللي انا عملته او بالظبط اللي عملوه لنا زميلنا اللي هو عامل المتحف الاستاذ الدكتور انور الشافعي
عمل ايه بقى؟ بيجي يذبح البطة بس ما بيفصلش العنق خلاص، بعد كده بيشيل الجلد وبيشيل اللحم وبيغليها، وبعد ما بيغليها بيشيل الايه الانسجه الرخوه اللي هي الايه العضلات وكده، وبيخلي العظم والايه والاربطه، ويغلي تاني بس بدرجه خفيفه علشان ما يتفككش ماشي. وبعدين بيشيل ده بقى بفرشه، بيشيل بقيه اللحم بفرشه وكده وينظفه ويخليه ماسك في بعضه كده، ده هيبقى اسهل في عمل الهيكل. وبعدين ممكن يحط عليه بنزين عشان يدوب الدهون، بعد كده بعد ما ينشف من البنزين ويعرضه للشمس يحط يعمله بورنيش شفاف بالشكل ده. لو احنا زودنا ده عشان الطلبه تذاكر في الكليه. لو ما انا المثل الروسي اللي بيقول شوف مره وما تسمعش 20 مره، شوف مره وما تسمعش، بدل ما اقعد اقول لك 20 مره على دي، لا اللي شفتيها مره عشان يتخيلوا جوه المنظر عامل ازاي. هيدي انطباع احسن من الشيء. طب فيوم يجي بقى لو احنا زودنا الغليان شويه هتتفكك العظام دي من بعضها، طب يبقى لازم اجيب بقى سلك واقعد اربط، ها، او مسامير او حاجات، او الزق بسيليكون ماشي. انما لو حافظت على الاربطه اللي ربنا خالقها دي ممكن اوصل للشكل ده من غير ما احط مسمار واحد، وتبقى العمليه سهله والشكل بتاعها يبقى ايه، يبقى طبيعي بالشكل ده. وده لتجسيد الدراسه النظريه وترسيخ المفاهيم في اذهان الطلاب، ودي احد اهدافنا اللي هو القاء الضوء على التعليم البيطري والممارسات الجيده فيه. طب كلمني بقى عن الحربايه، شغلاني قوي الحربايه دي يا دكتور. والله الحربايه بقى عشان يعني الناس كتير بتتلون فكمنها بتتغير يعني ايه. بنبص نلاقي ان الحربايه ده هي دي بتقف على الشجر. بس عشان الناس تشوف راسها. تمام. الحربايه دي معروف انها بتبقى واقفه على شجره وممكن تطلع لسانها الطويل ده اهو يروح الشجره الثانيه يلتقط حشره. كلنا في حياتنا حربايات كتيره، لو استاذنك بس نجمعهم ونخنطهم هتبقى الحياه احسن بكتير. بس هو بقى يعني نقول ايه بقى، نقول الاول بقى ربنا قال ومن قتل نفسا من غير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. فاحنا دلوقتي وبعدين ممكن الناس دي تتوب وتتغير، فندعوهم الاول يعني. نتمنى. عموما الحربايه ده هي اللي بتبقى واقفه على شجره وتطلع لسانها، لسانها زي السهم كده يروح على شجره تانية يلتقط حشره ويرجع بيها تاني عشان تتغذى عليها، ولونها بيتغير حسب البيئه عشان تختفي فيها. دي متحنطه بحقن الفورمالين، حقن الفورمالين ده كان موضعي يعني حقنه في منطقه الراس ومنطقه الصدر، تجوف الصدر والتجوف البطني وفي الديل والارجل، بقت بالشكل ده. الفورمالين عمل ايه؟ عمل برسبتيشن للتيشو بروتين، عمل ترسيب لبروتين الانسجه. وبما انه قاتل للميكروبات كلها فما فيش الميكروبات اللي هي تخليها تتحلل او تتعفن. خلاص؟ بالشكل ده. وبعدين بندهنها ورنيش برضو شفاف من الخارج بنعزلها من العوامل الخارجيه. يعني انت عارف الفراعنه كانوا بيلفوا الجثه ب 140 متر كتان، لفائف كتانيه، وهم كل لفه يصبوا عليها الصمغ المنصهر. بيقول لك بيشمعوا الجثه. كلمه تحنيط او كلمه موميا مشتقه من الكلمه الفارسيه اللي هي مم، ومم يعني شمع، لان احنا بنشمع الجثه بنلفها باللفائف الكتانيه وبنصب عليها الصبغ المنصهر، فبالتالي بنعزلها من العوامل الخارجيه. دي بنعمله بالايه؟ بالورنيش بس، وبنستخدم مواد قليله بس بنحاكي الفراعنه في تحنطهم باستخدام مواد كتيره. لان طبعا ما كانش في علم زمان، كان كله بيحتاط، بيستخدم مواد كتيره قوي في التحنيط. تمام. معانا بقى فيديو الدكتور عبد الرحمن الباجوري عميد كليه الطب البيطري جامعه المنوفيه، هيكلمنا عن اللبن عشان نبقى مطمنين وولادنا بتشربه. نشوف الفيديو. النهارده احنا في زياره لكليه الطب البيطري بشمين الكوم جامعه المنوفيه. هنقابل الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الباجوري عميد الكليه، واستاذ الرقابه الصحيه على الالبان ومنتجاتها والزيوت والدهون والبيض، علشان نطمن منه على صحة وسلامة البروتين الحيواني اللي هو خاص بالألبان ومنتجاتها. لأن احنا طبعا بنتبع منهج اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبنرحب بالأستاذ الدكتور عبد الرحمن الباجوري، بنقول له أهلا بيك في البرنامج بيور فيت ده على قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا بيكم، منورين الكلية ومشرف دايما بوجودكم معانا. الله يخليك يا دكتور. حضرتك بقى لو عاوز تكلمنا بقى، المستهلك او المواطن العادي عاوز يطمن على الالبان اللي بيشربها او الجبن اللي بياكلها او الزيوت او الدهون او كده،
وعاوز برضو يفهم اذا كان في فئه قليله من الناس بتغش او كده وبتضع حاجات الليجل او غير مسموح بيها، ازاي يقي نفسه ويقي اولاده شر هذه الافات اللي ممكن تكون تختلط على الالبان او الجبن او كده يعني. فاتفضل حضرتك بقى قول لنا. هو بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اهلا وسهلا بكم في حفله الطب البيطري جامعه المنوفيه. بالنسبه للبروتين اللي هو من اصل حيواني دايما، اما اللحوم ومنتجاتها اما الالبان ومنتجاتها، انا كتخصص البان ومنتجاتها نتكلم على الالبان كمصدر البروتين الحيواني. والالبان تعتبر من احسن او الاغذيه اللي هي تنفع لجميع الاعمار سواء الصغير الكبير العجوز، لانها نسبه البروتين بتاعتها عاليه جدا وقيمتها الغذائيه عاليه، بالاضافه ان فيها كل العناصر الغذائيه اللي ممكن محتاجها البني ادم. زي ما بيقولوا اللبن غذاء كامل، كان نعم. هو فعلا اللبن غذاء كامل، وبس في نفس الوقت هو ميديا خصبه لنمو الميكروبات. تمام. يعني مقابل ان هو غذاء كامل وبروتين كامل للانسان ويفيده، برضه ممكن لو ما اتعملش بصوره وانتجش اللبن بصوره سليمه او منتجات الالبان تم انتاجها تحت ظروف صحيه جيده ممكن تسبب ضرر للانسان. بالنسبه للمستهلك دايما بنقول له اللبن الخام، يعني ما فيش حاجه اسمها في دول العالم كلها تداول اللبن الخام. اللبن بيطلع من مزرعه او بيطلع ده بيطلع لازم يطلع من بسطره، على الاقل يحصل له بسطره. بسطره يعني انا ضمنت ان هو ما فيش ميكروبات اللي هي مسببه للامراض. اقل نسبه البسطره ده اللي هو الغليان لحد 63 درجه، يعني مش غليان، نقول اللي هو الهيتنج او اللي هو التسخين درجه حراره 63 لمده نص ساعه، ده الطريقه التقليديه. في 72 درجه لمده 15 ثانيه بس. يعني مجرد توصل درجه حراره 72 او 15 ثانيه كده عملنا بسطرايزيشن. خلاص. فدي بالنسبه للمستهلك في البيوت مش قادر يعمل الكلام ده، هو عمل البويلنج بتاعه عادي، بس ساعه ما يبقى اللبن بيغلي يبدا يهدي الحراره ويبدا عمليه التقليب لمده 5 دقائق. ولا بيفور؟ لا، هو يعني اللبن بدايه الفوران بتاعته حوالي 70 درجه مئويه مش 100. فالانسان العادي بيعرف ان هو بدا ايه، خلاص كده بقى غلي، لا يروح بقى بوطي درجه الحراره ويبدا يقلب مع التقليب، كل ما يقلب درجه الحراره تزيد لغايه ما توصل درجه حراره الغليان الطبيعيه بتاعت اللبن اللي هي 100 درجه ونص. يا حضرتك بتقول اناء عميق عشان ما اناء طبعا زي ما بقول اناء عميق، وفي نفس الوقت هو عمليه التقليب مع درجه الحراره بتوزع درجه الحراره طبعا على كل المنتج الى حد ما يبقى كده بقى سيف يعني، او بقى يعني حاجه يعني ما فيهاش ضرر على الاقل. يبقى اخذت القيمه الغذائيه بتاعته وتفاديت الايه؟ المشكله اللي ممكن تحصل لي بالميكروبات والى اخره. يعني يا دكتور وحضرتك دلوقتي، طب الراجل اللي هو مضطر ينقل اللبن مثلا 7-8 ساعات ومضطر للفورمالين يعني مثلا، بس ده مش مبرر انك تستخدم حاجه ممكن تكون مضره للصحه طبعا، او هي اكيد مضره للصحه زي ما قلت ممكن يعمل. شوف يا دكتور، هو المتابع بالنسبه للالبان ان هو في حسب مراكز تجمع البان او ان المصنع هو اللي بيجي يا اما المصنع لو يجي عنده اللي هو الكولينج تانك، عنده اللي هو اللي بيبقى جاي معاه العربيه اللي هي ديت بيبقى فيها المبرد اللي هو التانكات المبرد. العربيه فيها فبالتالي بالنسبه له بياخده منك وهو عنده التبريد يوصل بيه زي ما لو انت هتوديه برضه في مراكز التجمع بيبقى فيها عمليه التبريد. انت بقى كفرد عادي، انت يعني انت مش مسؤول انت تنقل. انت ممكن يجي لك انت مثلا بتنقل مثلا 10 2 طن. المصنع بيجي لك بياخد الكل، عايز انت تستحمل يعني يقعد معاك ساعتين ثلاثه اربعه خمسه، حطه في احواض فيها ميه بساعه او فيها ثلج خفيف. تمام. على اساس ان انت تضمن ما يحصلش فيه نشاط للايه؟ للبكتيريا. لاحظ على الطريق الناس اللي شايله اللبن في الاصاب دي ماشيين بسرعه جامده جدا وبيخاف لا يفوز، وعشان الهواء كمان الهواء بيعمل تبريد، وتلاقي هو حاطط ميه كده ايه رشش عليه عشان لما تبخر الميه تعمل عليه تبريد. هو قصد الهواء ولا قصد يوصل بسرعه؟ لا لا، الهواء نفسه عشان هو حاطط ميه عليه بحيث ان هو يحصل له ايه تبريد في الوقت ده. اللبن اللي قعد زي ما قلت لحضرتك يعني طبعا انت حضرتك عارف نمو البكتيريا بتاخد حاجه اسمها اللوك فيس وبعدين الجروس وبعدين الستيشنر وبعدين تنزل، فدي 5-6 ساعات يقدر فيها ينقل اللي هو عايزه. حاجه ثانيه، ما بروح طالما يروح يعني احنا لو طمنا ان ممكن لو الرحله عباره عن 4 ساعات يعني 4 ساعات مع حته كده من غير فورمالين مش هيجرى حاجه. لا هو خايف، هو دايما لان المصنع هناك
لما اول حاجه وهو بيستلم منه بيشوف الاسيد الحموضه قد ايه. اه فهو بيبقى برضو بيقيس الفات نسبه الدهون قد ايه اللي هو البونت يعني. البرايس نفسه او السعر بتاع اللبن بيتوقف على حته الايه؟ نسبه الدهون قد ايه؟ الحموضه قد ايه؟ لان الحموضه طبعا بيقول لك اللبن هيقطع اثناء التسخين. فممكن يرجعه بيه. هو الان طول ما هو ماشي ان اللبن من ايه؟ الحموضه ما تزيدش. حط ساعات بيحط كربوناته. سودا كربونات عشان يعادل عشان يعادل الحموضه عشان يعادل الحموضه عشان برضه ما يروحش هناك يلاقي الحموضه كده يعني. هم يعني هو يقدر يعني يرتب اموره ان يعني ان هو عايز يطلع بدري شويه ينتج بدري لان انتاج اللبن بيبقى الساعه 5 في الجو لسه كويس وبتاع يقدر يطلع في وقت مهم. وبعدين يا دكتور اكيد الناس اللي هي المستهلك ما بيجرب حاجه من حد ويحس بصدقه فيها وانها سائغه فعلا للشربين زي ما ربنا قال اكيد هي ايه يعني هيزيد انتاج هيزيد بيعه هو اللي حاجه لو اتقى ربنا اكيد ربنا هيكسبه وهيبارك له في الحلال. بتقول احنا بنقول احنا مش عايزين ندور على الربح الحرام عايزين ندور على الربح حلال يعني انت هتكسب هتكسب فما تضرش غيرك. انت خليه شويه لو خليه شويه وبدون ما استخدام يعني بالظبط كده يعني في يعني في ناس ممكن مثلا لو هيتاخر عنده شويه ممكن يعني يسخنه ويسيبه شويه برضه التبريد. يعني في وسائل اخرى غير ان انا اضيف مواد تضر بصحه المستهلك عشان اطول مده او بيسموه الشيلف لايف او مده الصلاحيه بتاعته احط عليها تضر الانسان. انت كده مش بتديله لبن انت بتديله سموم. هي الحمد لله مش ظاهره عشان برضه نطمن الناس لكن في الافضل ان احنا دايما ناخد الالبان بتاعتنا اللي هي بتاعت المصنع اللي هي معبأه يعتبر معقبه امنه جدا جدا. لو انا جبت بقى اللبن الخمسه ما قلنا يعني ان احنا لازم نغليه كويس جدا مجرد انه يفور ده معناه 70 درجه لسه ما وصلش درجه غليان يبقى عناء عميق عناء عميق وتوطي النار وتبدا تقلب عليه تاخدها بقى 10 دقائق بتاع انت كده بتحط نفسك وما اجي اعبيه برضه افرغه في قوانين نظيفه. تمام ده مستوى البيت يعني ده اقصى حاجه نقدر نعملها يعني. انما لا ترجعش تحط اي مواد ابدا حافظه اي مواد حافظه مشكله. مده الانتاج ورجعنا مره تانية وكنا بنتكلم عن الحمام. قول لي يا دكتور هو في غيره في الحمام؟ يعني ممكن الذكر يغير على الانثى؟ في غيره في الحمام زي في الناس يعني؟ اكيد ده الذكر ايه اول ما بيعمل الكورتشيب او الغزل ده ويبدا يتوالف مع انثى زي ما قلنا ازاي هتبدا الانثى دي بقى تضع البيض فيبقى لا يلقحها عشان البيض ده يبقى مخصب بيتابعها بيعمل حاجه اسمها درايفنج بيتابعها بيمشي وراها علشان لو في لقاحها ذكر تاني لان الجسم بيبقى اتغير في تغيرات فيه هرمونات فالهرمونات دي في هرمونات بتنشط تكوين البويضات والبويضات بتفرز استروجين الاستروجين ده مسؤول عن الرغبه الجنسيه او قبول الانثى للذكر فيخاف ان حد غيره يلقح الانثى ده هي وبعدين هو يجي يرقد على بيض مش ولاده انا انت كنت قلت لي هو بيغير جدا عليها وفي الذكور الغير موالفه الذكور الغير موالفه ممكن تعمل شغب في القطيع وممكن تخطف انثى من الذكر بتاعها وبيحصل خناقات بقى امال ايه يعني طبعا تعبه بقى وحبه وكده يعني يعني الحب وحش حتى مع الحمام يا دكتور مش معقول الحب مش وحش بس هو يعني الديوس لا يدخل الجنه فالحمام بيدينا مثال لكده أيه. ما يفرطش في سبحان الله يعني سبحان الله حضرتك كنت قلت لي ان في الحمام صفات حلوه زي مثلا ان انثى الحمام بتفضل راقده على البيض 18 ساعه تقريبا وما تقومش خالص لحبها في البيض ايه الموضوع حبها في البيض بيتجلى كمان من يعني ده من حته بقى المحافظه على النوع كمان انها ما بتحبس البول والبراز طبعا البول والبراز بيتخلطوا مع بعض ما مش كل واحد بيخرج لوحده ده في الطيور كلها فاذا بتحبسهم ال 18 ساعه دي تخيلي بقى حد يقعد مثلا ما يقدرش يروح الحمام 18 ساعه الانثى الحمام بتعمل كده واول ما تقوم من على البيض الساعه 10 الصبح عشان الذكر يستلم النبطشيه بتاعته من 10 ل 4 تبدا بقى ايه تبدا تتبرز وتتخلص من الفضلات اللي عندها وبتبقى كميه كبيره لانها عيني حابسه نفسها علشان البيض ده ما يصحش انها تضع عليه براز او بول او كده سبحان الله. جالنا استفسار على صفحة الفيسبوك عن كيفية بناء العش احنا كنا اتكلمنا فيها مرة استأذنك تفكرهم بيها كده سريعا. كيفية بناء العش وتعاون بين الذكر والأنثى. الذكر عليه يجيب مواد العش الأغصان والقش والحاجات دي والأنثى هي اللي بتنسجه يعني هو بيسعى ويخرج بره ويجيب الحاجات دي والأنثى هي اللي بتنسج العش. وعلى فكرة كل جوز حمام يعني كل ذكر وأنثى لهم عشين بيعملوا عشين ليه بقى؟ لان هيبقى في عش فيه الزغاليل وفي عش فيه بيض
لانهم بيبيضوا بيضتين كل شهر ونص او ينتجوا جوز زغليل كل شهر ونص. فلما يجي فتره الحضانه اللي هي 17 ل 19 يوم دي 17 ل 19 يوم وبعدين ينتج الزغليل هتقعد شهر خلاص، هيبقى احنا عدينا الايه؟ عدينا الشهر ونص اللي هو فيه وضع بيض، فيبقى فيه عش فيه البيض وعش فيه الايه؟ فيه الزغليل اللي هي ناتجه من البيض بتاع المره اللي فاتت. الحمام ده مربح جدا لان هو بينتج كل شهر ونص زوج، وبيقعد فتره الانتاج بتاعته من 4 لـ5 سنين، واتفقنا ان فتره البلوغ بتاعته 4.5 لـ5 شهور. طب في الحقيقه انا كنت بسمع في حديقه الحيوان مثلا لما فيل يموت الفيله تزعل عليه، لما قرده تموت القرد يزعل عليها، يعني الصفه دي موجوده في الحيوانات، في الحمام كمان ممكن لما الذكر يموت الانثى تزعل عليه؟ والله اذا كنا بنقول ان هم مفيش اباحيه في الحمام، يعني زوج وزوجه فقط ماشي، وبعدين في غيره كمان، ده وليف، ده رفيق الحياه، فازاي ما ازعلش عليه؟ سبحان الله. معانا مداخله من مدام نشوى من القاهره. مساء الخير يا مدام نشوى. مساء الخير، ازيك يا انسه؟ ايه عامله ايه؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. استأذنك توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون. انا وطيت التلفزيون خالص اهو. تمام، بتتفرجي علينا من اول حلقه؟ انا بتفرج عليكي من زمان، وانا الحقيقه برنامج متميز جدا جدا، بنستفيد من المعلومات سواء عن الطيور اللي بناكلها او بنربيها او ازاي نعرف اللحمه دي كويسه. بتربي حاجه يا مدام نشوى؟ نعم، بتربي حاجه؟ انا كنت الحقيقه بربي، عندي دلوقتي بربي حمام، وكنت بربي طيور. و كنت يعني سبتي تربيه الحمام ليه؟ زعلتينا، ده انا عماله اغذي الناس في موضوع الحمام لدرجه ان انا هربي خلاص. لا ما سبتهاش، ما زال عندي الحمام موجود بربيه بصراحه. وكنت انا ليا استفسار بس، طبعا بمسي على الدكتور منور، وفكره برنامج حلوه جدا جدا جدا. وبنشكر حضرتك على المعلومات الشيقة، يعني مش قادرة أقول لحضرتك استفدنا منك كتير كتير، وربنا يجازيك خير عن أن أنت بتفيدنا بالعلم اللي أنت درسته. الله يخليك يا فندم وتحت امرك، وربنا في اسئله عايزه توجهها للدكتور بخصوص تربيه الحمام؟ يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وتحت امر الساده المشاهدين. بس انا زعلان برضو ان انت بطلتي تربيه، ولازم نخلينا ايدنا في ايدك لحد ما ترجعي تاني تربي وناكل من انتاجك من الزغليل اول جزء ان شاء الله. كنت بتواجهي يا مدام نشوى مشاكل كتير مع تربيه الحمام؟ لا انا بربي حمام دلوقتي وعندي حمام، عايزه بس الدكتور يقول لي كده بايجاز بسيط التطعيمات ومواعيدها. تمام. التطعيمات بالنسبه للحمام، في مرض كده الحمامه بتفضل تلف وتقع. هو ده البرا ميكزو مدام نشوى، البرا ميكزو، وهو من عائله النيوكاسل او ابن عمه، وده اللي بيعمل اعراض عصبيه، وده أيوة. زي ما قلنا المره اللي فاتت بنحصن بتحصين هيتشنر يوم في 7 ايام و17 يوم، وبعدين بعد كده في عمر شهر اللي هو الانكتيفيتد او الغير النشط، والغير النشط أيوة. ده بيديله مناعه من 6 لـ9 شهور، ونعيد التطعيم تاني بعد 6 شهور علشان نضمن انه ما يجيلوش. التحصين ده طبعا مش غالي، ولكن انا بقي القطيع اللي عندي من المرض ده، اللي انا بحب الحمام، فازاي اسيبه يتعذب قدامي كده؟ ولا انا راضي، لا ينفع اذبحه واكله بالمنظر ده، ولا ينفع اسيبه يتعذب ويموت. فانا اهتم بالتحصين زي ما قلنا بالهيتشنر 7 يوم في 7 و17 يوم، وفي عمر شهر بالانكتيفيتد او الغير نشط اللي هيديله مناعه ل6 شهور، واكرره كل 6 شهور يا فندم. مدام نشوى بتعرفي لما الحمام بيتعب، بتعرفي يعني بتفهمي ده؟ بعرف طبعا، وباخد بالي اللي بياكل كويس مش بياكل كويس، الحمامه منزاويه فيها حاجه، ساعات بيطلع لهم حبوب كده فوق عينيهم، فطبعا باخد وبروح لاي حد بيطري اكون عارفاه، او بروح الوحده البيطريه واسالهم ده مثلا في ايه، الحمام عندي بيلف يديني دواء ويقول اللي بيلف ده اعزليه على جنب لوحده. والحقيقة تربية الحمام والله يا دكتور يعني أنا كنت بحبها وحبيتها أكتر لما اتكلمتوا عنها في البرنامج. شكرا. الله يخليك اسلامي، وده شهادة نعتز بيها، وتحت أمرك وأمر السادة المشاهدين في أي استفسار. شكرا مدام نشوى. شكرا أستاذة نشوى مختار، شرفتينا. شكرا.
شفت بقى يا دكتور، هنخلي الناس تربي حمام من اول وجديد. يعني استاذه نشوى محاميه وقررت تربي حمام، فاتمنى ان الناس تعمل المشاريع المنتجه دي زي ما اتفقنا وبس. زي ما قلنا قبل كده، الناس ممكن تربي عصافير زينه وكده، احنا ممكن نربي حمام ويبقى فيه زينه وفي اكل، يبقى ضربنا حمامتين بس أنا بحجر يعني، او عصفورين بحجر. من الواضح اللي فهمته ان انا لازم عشان اربي الحمام مش بس ابقى اخدها مشروع ربح، لا ابقى حباه كمان عشان اهتم بيه عشان ما يموتش مني يعني. ما هو برضو، ما هو عشان برضو نصرف على الحب بتاعنا ده لازم برضو يبقى فيه انتاج ماشي، وعشان برضو نوصل ان يبقى فيه ربحيه وفيه فلوس اكتر، لو خدنا حمام الزينه كمان كان من ضمن الحمام اللي احنا بنربيه، يبقى في جزء الاكل وفي جزء الزينه. بتاع الزينه ده بيبقى غالي جدا يعني، في الحمام الهزاز والنفاخ وكده، ده سعره هيبقى اغلى طبعا من ان يبقى الجزء ب 40 50 جنيه، لا التاني اغلى، فبالتالي البروفيت او الربحيه هتبقى اعلى، ده هيساعدني على الاستمراريه والتوسع وكده. ده بيقول لك كمان انت عشان موضوع الحمام ينجح، ده مش بس ان انا عاوز اشوف الامراض ايه واعالجها او امنعها وخلاص، لا ده نعمل انتخاب كمان، هو مين اللي انتاجيته عاليه، مين اللي الزغاليل بتاعته اكبر، مين اللي الزغاليل بتاعته لون الجلد بتاعها وردي او ابيض، ده مرغوب غير الجلد الاسود. ادخل ناس جديده، ادخل ذكور جديده، ليه؟ علشان ما يبقاش عندي زواج اقارب، زواج الاقارب ده المستمر والمتتالي بيعمل ضعف في السلاله وضعف في الانتاج. معانا استاذه رانيا من الجيزه. مساء الخير يا استاذه رانيا. مساء النور، مذاعتنا الجميله، عامله ايه؟ عامله ايه انت؟ الحمد لله تمام. انا بس كنت حابه اعمل مداخله كده واشكركم على البرنامج الجميل دوت. ميرسي يا رانيا. والبرنامج اللي كلنا بنستفيد منه، بس كان عندي سؤال ممكن؟ اتفضلي. طبعا. كنت عايز اسال بس الدكتور، هل يا ترى الحمام اللي هو بتاع الغيه اللي احنا بنشوفه دوت فوق البيوت، هو ده نفس الحمام اللي احنا بناكله من السوق؟ الحمام اللي هو حمام الزينه قصدي حضرتك؟ اه. هو حمام الزينه طبعا عشان قيمته اغلى فاحنا مش هناكله، هو ممكن يؤكل، ولكن ان انا لا ناكل الانواع التانيه اللي هي بتؤكل، زي البلدي والمالتي والكينج والحاجات دي، ده هيبقى احسن. وحمام الزينه لو عندي او بربيه، لا انا اكسب فيه اكتر، فيبقى ربح اصرف بيه على الحمام اللي هو الايه العادي التاني بتاع التربيه. فهي زي ما تقولي كده، عندك حاجه مثلا قيمه الجوز مثلا 200 جنيه مثلا يعني، اذا كان الهزاز او النفاخ او كده يعني، او الزاجل هيبقى اغلى. طب انا ما اجيب جوز ب 50 جنيه ها، او اجيب 4 اجواز ب 8 جوز، فاهماني؟ فاذا ده له غرض وده له غرض. رانيا معانا؟ شكرا رانيا، شكرا. من التلفزيون هي سمعتنا، من التلفزيون سمعتنا بقى. من التلفزيون مظبوط. قول لي بقى دكتور، تربيه الحمام بقى ايه تاني ما اتكلمناش فيه؟ عايزين نقفل بقى موضوع تربيه الحمام ده دكتور. والله احنا ممكن نقول ايه، بنعمل سمري كده في النهايه او ملخص كده في النهايه. لو احنا مثلا ناس عندنا حظائر النظام القديم في المساكن، طبعا انا قلت النوع المفضل اللي هو عشان اللي معاه قرش محاير ما يجيبش حمامه يطيره، قلنا الاقفاص وكده، ولكن طبعا ان وجود حظائر مغلقه والزوج يبقى له مساحه متر في نص متر الزوج الواحد يعني، والحظيره دي قدامها يارد او ملعب، الملعب ده هو هيبقى معمول بالسلك عشان الحمام يتريض فيه ويطير وكده، وكل زوج هيبقى له متر مكعب، متر مكعب يطير فيه ويتحرك فيه ماشي. وبعدين ده نظام يعني، ممكن يبقى عندي الحظائر دي مش هفرط فيها واجيب اقفاص، انما بشرط انها تكون محكمه، محكمه يعني مش هيخش فران، الفران مش هتاكل الاكل بتاع الحمام، مش هتاكل الزغاليل الصغيره وكده، وطهرها كل شهر. تمام. وطهرها كل شهر. عفوا بقطعك بس ما دام رانيا رجعت تاني، استاذه رانيا عفوا، استاذه رانيا رجعت تاني. كنت سمعتيني يا رانيا؟ كنت بس استاذن الدكتور، انا يعني كان في سؤال تاني على برضو الحمام الغيه والحمام اللي احنا بنشتريه، انهي لحمه ألذ؟ البلدي يوكل. البلدي احسن يعني اللي في السوق؟ رانيا احنا هناكل كله يعني. ما عندناش الكلام ده. ايوه بالظبط كده. وبعدين في حاجه تانية اللي هي ايه، اللي هي العليقه بتاثر على الايه، على الطعم يعني. مثلا مجازا لو قلنا ان في اعلاف للحمام، في اعلاف فعلا الحمام شكل بيلتس كده او حبيبات كده، لو دي محطوط فيها ماده مثلا زي مسحوق سمك مثلا، هتبان في اللحم بتاع الحمام. يبقى اذا المرعى نفسه او الاكل نفسه، لو الاكل نظيف وكويس هينعكس على الايه، على لحم الحمام. فشوف ان احنا اكلناه ايه، وبالتالي
هيبان في طعم الحمام يعني. عندك استفادة تانية يا رانيا؟ في سؤال حضرتك، اعرف ازاي الحمام الكويسة في السوق من الحمام اللي هي مش كويسة؟ ده سؤال مهم فعلا. انت دلوقتي عاوزة تتكلمي عن علامات الصحة يعني، سليمة او مريضة؟ طيب عامة بصفة عامة علامات المرض بتبقى ايه؟ بيقولوا عليها الرافل ديفيزر او الريش المنكوش. لو الريش مش مساوي كده او منعكش، ده من علامات كده. عدم لمعان العين، ماشي، عدم لمعان العين. الحمام السليم الصحيح بيبقى نشط وبيتحرك وكده، انما المريض بيبقى مكتئب وضل او مكتئب او كئيب كده وحاطط زي ما بيقولوا كده، وبعدين العين ما بتلمعش والشعر او الريش منعكش مش مساوي وقليل الحركه ورائد. دي علامات الصحه وعلامات المرض. طب يا دكتور اشتري الحمام في انهي موسم؟ في موسم معين لشراء الحمام؟ لا انا ممكن اشتريه في اي موسم، ولكن هو طبعا نشاطه في الشتاء بيبقى اكتر من الصيف. حضرتك كنت قلت مره ان في الشتاء بيتعب يعني. وممكن كمان العلاق الخضراء تفيد كمان مع الحبوب، يعني ممكن احط له برسيم، ممكن كرات، الحاجات الخضراء دي بتفيد. وبعدين برضو من الحاجات اللي نوصي بيها اللي هو الفيتامينات. انا عاوز الحمام ينتج كل شهر ونص فعلا جوز زغليل او يبيض بيضتين ويرقد عليهم ذكر 6 ساعات والانثى 18 ساعه وباستمرار وكده وما اخسرش، بحط حاجه اسمها فيتامين ه زائد سيلينيوم، فيتامين ه او فيتامين اي، ده مسؤول عن نشاط المبيض. طب انا كنت سمعت ان في ناس بتاكل الحمام كالسيوم او عظم السمك عشان زياده التبويض، الموضوع ده صحيح وصح يعني؟ والله هو الكالسيوم مطلوب للقشره، الكالسيوم مطلوب لقشرة البيض، فقشرة البيض لو ضعيفة هتنكسر، وفترة الحضانة اللي هي 17-19 يوم مش هتتم، ولن ينتج كتكوت أو زغلول بعد 19 يوم. فإذا أنت عارفة تفكرتيني بحاجة، الفأس ده ما بيفقسوش مع بعض، البيضة الأولانية بتفقس لأنه بعد ما يبيضوا بيضة بيرقدوا عليها، وبعد 44 ساعة يبيضوا التانية يكملوا الرقد عليها، فإذا ما بيفقسوش مع بعض. الأولانية فترة الحضانة بتاعتها خلصت فطلعت كتكوت أو زغلول، والتانية بعدها بحوالي يوم أو يوم ونص بيطلع التاني. تمام. فالكالسيوم مهم للإيه؟ للقشرة وليس للتبويض. معانا أم جمال، منين أم جمال؟ أيوبية. إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. منورة. الحمد لله. قولي عندك استفسارات عايزة توجهيها للدكتور؟ أنا عندي كان عندي جوز حمام رومي، وبعدين لقيت الحمام ما بيطلعش، لقيت الرومي بايظ. عنده عقم يعني؟ ما بيطلعش. دلوقتي انا عندي حماميه واحده مش عارفه اجيب لها دكر منين. بصي يعني انا اقول لك حاجه، طبعا احنا دلوقتي الحاجات اللي هي تمنع التبويض اللي هي نقص الفيتامينات زي ما قلنا، العلاقة الخضراء يعني برضو بالاضافه للحبوب زي ما قول، ممكن نحط برسيم، ممكن نحط كرات، اي حاجه خضراء، بالاضافه لفيتامين ه زائد سيلينيوم اللي هي فيتامين ه، والسيلينيوم كاحد الاملاح المعدنيه النادره اللي هي مهمه للخصوبه وانتاج البيض، مهمين جدا. ممكن احطهم مرتين في الاسبوع في ميه الشرب جرام على ايه، على كل لتر ميه. ودي حاجه. الحاجه الثانيه لو الحمام بياكل نشويات كتير، نشويات كتير اللي هي مثلا لو بتحط له خبز كسر خبز كتير او كل اكله ذره او قمح او كده، النشويات دي بتتحول لدهون، والدهون بترسب على المبيض وبتقلل التبويض. حتى احنا ممكن نلاحظها في الانسان، حتى ممكن الواحده اللي هي تخينه قوي دي ما تخلفش كتير، او الدوره عندها ما تبقاش منتظمه، معناها ان نشاط المبيض مش كامل زي الناس السمباتيك. يعني يا دكتور الحمام غير الفراخ ما ينفعش اكله فتافيت العيش، يعني ده بيعمل مشكله في التبويض. الفراخ نفس الحكايه، بس كل الناس بتستسهل وتاكل عيش يعني. ما هو بياكل عيش عشان رخيص، بس ده ناقص يعني، زي واحد مثلا هيقعد ياكل رز بس مش هياكل معاه خضار ومش هياكل معاه لحمه، طب ايه بعد كده هيطلع عليه توفير؟ يا دكتور سوء التغذيه، امراض سوء التغذيه، لا هيطلع عليه امراض سوء التغذيه. تمام. معانا ام بتول، معانا المداخله جاهزه. ام بتول سمعانا؟ تمام، حاولي تتصلي بينا تاني يا ام بتول. تمام كمل. فاذا هي التغذيه دي وانا لسه يعني مش كفايه ان هيبقى في امراض فيروسيه وامراض بكتيريه وامراض فطريه وطفيليات وحاجات كتيره جدا، ماشي، لسه هعمل امراض سوء تغذيه كمان؟
نتيجه يعني احنا مثلا اللي ما بياكلش حاجه فيها فيتامين ايه او ما بياخدش فيتامينات فيتامين ايه كتير بتلاقي جلده بيشقق ومش عارف ايه وكلام من ده ماشي. طب احنا ليه نعرض نفسنا لكده؟ وانا واخد مشروع انتاجي كدراسه جدوى، انا صارف وبكلف وكلام من ده، وبيجي ما عنديش انتاج، يبقى انا كده بضيع فلوس على الفاضي. يعني بيفرق في الطعم كمان. الطعم اه طبعا. لا الطعم مثلا اقول لك على حاجه، انت مثلا لو ايه لو في حاجه مثلا بتاكل من الارض، مثلا بتاكل طين مثلا، خلاص بتنقر في الارض طين، غير اللي بتتغذى كويس، غير اللي بتتغذى اكل سليم نظيف وريحته حلوه مش معفن جاف كويس. طيب معانا حمدان. مساء الخير يا حمدان. مساء الخير يا دكتور، عاوز اكلم الدكتور والنبي. الدكتور معاك، اتفضل. ازيك يا حمدان؟ اتفضل. لو سمحتوا النبي يا دكتور، عاوزين نجيب حمام من مصدر موثوق منه بلدي. طيب انا هقول لك، انت يعني انت منين يا حمدان؟ من القليوبيه. من بنها يعني ولا من القليوبيه؟ من بنها. خلاص. يعني انا ما اعرفش بقى، ممكن ياخد نمرتي من الكنترول ولا بقول له مثلا على ناس معينه ولا ايه يعني كده يعني. لو الكنترول يقدر يديك رقمي ممكن بعد الحلقه اكلمك. او سيب رقم التلفزيون. وطي التلفزيون يا حمدان. ممكن سيب رقمك في الكنترول. يا ريت الكنترول يسيب رقم حمدان، يسجل رقم حمدان، وبعد الحلقه هنكلمه ونقول له على المصدر الموثوق في القليوبيه ان شاء الله. كل الناس بتحب الحمام، ما اعتقدش في حد ما بيحبش. محدش يقدر يقاوم. اكيد اكيد. مشوي بقى، مقلي، بفريك، برز. انا لسه اكل حمام بالمناسبه دكتور اول امبارح. انا والشيف. شكرا. تمام. قول لي بقى، في المنوفيه بقى لسه زي زمان كده لسه في ابراج، وطول ما انت ماشي في ابراج كده وبيربوا فيها الحمام، ولا دلوقتي بقت عشش بس؟ مبقاش كتيره برضو زي الاول. الناس برضو بدات تتجه ان مثلا الحمام يبقى في مكان محكم زي ما قلت لك، الحظيره بتاعته، وبعدين قدامها ملعب سلك ماشي، ومخصص مساحه ليه للطيران وكده. الملعب السلك ده بيتريض فيه الحمام وبيستحمى زي ما قلنا في الاطباق مرتين في الايه، في الصيف ومره في الشتاء وكده. فاذا الابراج على اساس ان ممكن حمام يطير ما يرجعش. خلي بالك الحمام يطير وما يرجعش ليه؟ لو عندك الغذاء قليل وراح لقى في حد تاني كريم وبيحط غذاء كويس. على كده دكتور الحمام غدار بقى، هيعمل ايه؟ ما انت اللي املت فيه ماشي. فحتى في الامثال كان زمان يقول لك اصقص جناح طيرك قبل ما يلوف بغيرك. هو ده، هو الطير ده المقصود بيه الحمام. ما الفراخ مش بتطير يعني، فاهماني؟ فهو ده اللي بيطير. فانت لو ما تقصقصه عشان ما يروحش لغيرك، اللي هو يعني الحمام ممكن يسيب المكان لو لقى وليف في مكان تاني ماشي، او لقى غذاء في مكان تاني احسن من اللي عندك. فانت لو ما اهتمتش بحمامك، وبالذات اذا كان النظام مفتوح مش مغلق، ممكن يسيبك وحمدان ما يلاقيش عنده حمام. اتكلمنا عن تربية الحمام، اتكلمنا عن اللبن عشان نغذي اولادنا كويس، واتكلمنا عن التحنيط. مجهز لنا ايه بقى الحلقة الجاية هتفيدنا بيه؟ الحلقة الجاية بقى الحاجة اللي ما لحقناش نتكلم عليها النهاردة واللي قعدنا بقى المرة اللي فاتت، هو بحث عن الأوميجا 3 وعلاقته بالصحة والجمال. تمام. الأوميجا دي بتستخدم للبشرة يا دكتور؟ في ناس بتستخدمها للبشرة؟ في استخدامات ليها للبشره وفي حاجات تانية، بس خلينا نقول ايه، مش عاوزين نحرق الحلقه الجايه ونتكلم في كواليس البحث، وهيبقى من خلال الباحث نفسه هيقول لنا حاجات شيقه اكتر من اللي احنا بنقولها، كاكتر واحد متخصص وعاش البحث وحس بيه وسهر عشانه، فاكيد الفايده هتبقى من مصدرها هتبقى اعم واشمل يعني. لا وعايزاك برضو تخصص لي حلقه تكلمني فيها عن الارانب، في ناس كتير بتعمل مشروع الارانب ده. الارانب زي ما احنا في هدفنا ان نغطي يعني زي ما كده، دي رابع حلقه عن الحمام، اربع حلقات بحيث ان يبقى المعلومات ديفلوب او تطوريه، نبدا بالانواع والمساكن، مره تانية التغذيه، المره الثالثه الامراض والعلاج والتحصينات، المره الرابعه مشاكل المربين. فدي دي ده هيكل لمشروع متكامل ماشي. فانا مش عاوز اتكلم على حاجه مره كده ولا ربع ساعه وخلاص، لا، ويبقى في عمق في المعلومه ومتابعه. فنيجي احنا بقى كده هنخصص شهر عن الارانب، ممكن الشهر الجاي يعني من الحلقه الجايه نبدا نتكلم عن الارانب لو ده فعلا على الصفحه. في ناس كتير بتربيها يا دكتور. وبكسبها حلو قوي دلوقتي، يعني دلوقتي الارانب دلوقتي
بكام الارانب بتتباع؟ التاجر بياخد الكيلو بحوالي 40 جنيه او 42 جنيه. خلي بالك الكيلو ده انا ممكن اجيبه في تسمين ب 2 كيلو علف، الكيلو علف ب 5 جنيه، يعني اصرف 10 جنيه يجيبوا لي 40 جنيه. ماشي، بس انا يبقى عندي ارنب مثلا وزنه كيلو ونص، ماشي؟ عاوزه مثلا يبقى 3 كيلو ونص، يزيد 2 كيلو، اكله 4 كيلو، 4 كيلو دول بكام؟ 4 كيلو ب 20 جنيه، يجيبوا لي 160 جنيه. وليهم برضو بيجي لهم امراض كثيره ومشاكل كثيره امراض قليله عندهم قصص يعني تتحكي؟ لا بصي بصي اقول لك على حاجه، الامراض لما نبقى عارفين الامراض بنحصل ليها وبنعالج ليها وبنكشفها بدري، وطبعا الارانب في البوكسات طبعا. انا سمعت عن امراض كتير للطيور، ما سمعتش عن امراض للارانب. امراض الارانب مش كتير، مش كتير، محدوده يعني. وكان مشروع سهل ومربح المشروع ده. طب انا اقول لك على حاجه، انا وانا في سنه ثالثه في الكليه سنه 85 عملت مشروع الارانب ده. في السنه دي انا كنت ببيع سلالات وما كنتش باخد مصروف من بابا الله يرحمه، كنت يعني ايه معايا. وفي السنه دي ضاع التقدير مني، يعني جبت جيد بقى معايا فلوس بقى وببيع سلالات وكده. فالحمد لله بقى عوضته في السنه الاخيره اللي هي كانت سنه رابعه، وتعينت معيد وكده، و بس خبيت عليهم في البيت ما قلت لهمش، عشان كانوا هيخنقوني بقى في اخر سنه، يقول لك ايه ما تروحش ما تخرجش هتضيع التقدير كلام من ده. فلما ربنا كرمني وحققت التقدير وتعينت معيد في نفس كليتي سنه 87 اللي كنت من شهرين فيها طالب، ده بيبقى حاجه جميله قوي. الطلبه اللي كنت قاعد معاهم في المدينه وكنا زملاء بقيت بدرس لهم، وهم فرحانين بيا وانا فرحان بالبوزيشن وبالمكان الجميل اللي ربنا حطني فيه واللي هو قيمته عاليه الادبيه والاجتماعيه. ومش مهم الفلوس، فلوس مش كل حاجه، احنا بنشتري اكيد هدفنا نسلط الضوء على الطب البيطري. اكيد اكيد. قول لي بقى ردود الافعال عندك عامله ايه في الكليه؟ والله الناس مبسوطه بالبرنامج جدا، وحاسين ان هو فعلا بيلقي الضوء على الطب البيطري هدفه او رسالته بيحققها ورؤيته، ان شاء الله في خلال الخمس سنين نكون بقى في وزاره للطب البيطري مستقله عن وزاره الزراعه. ليه؟ لان لاهميته. وزاره الزراعه ظلمه الطب البيطري؟ مش ظلمه، مش مركزه معايا، مش ظلمه بس زي ما المثل بيقول صاحب بالين، يعني انت تركز فيه ولا في ايه؟ طب ما انت عندك الزراعات وعندك الاسمده وعندك مبيدات وعندك مشاكل كتير، عندك اصلاح اراضي خلاص، طب ما تسيب الطب البيطري لرجالته، سيبه للمتخصصين. طب انتوا طالبتوا بده يا دكتور؟ انا اول مره اسمع الاقتراح ده من دكتور. يعني احنا لحد دلوقتي في رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه ده تابع او نائب وزير الزراعه، ماشي؟ ده حتى في التغيير الجديد، التغيير الجديد جابوا اللي هو رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه بقى مهندس زراعي كمان. ايوه تتكلم انت في السياسه يا دكتور هتحبسنا. لا مش كده، مش سياسه وحبس وكلام، انا والله احنا بنقول راينا وخلاص، الناس تاخد بيها وما تاخدش كده، الله ربنا رايده بقى هو اللي هيكون يعني. يا رب. ولكن ما حدش يقدر يقول ان المثل بتاع ادي العيش لخبازه مش صحيح. اكيد. دكتور أو في بره حتى في سؤال بيقول لك اهل مكه اضرب شعابها. بشعب مكة يعني. اتفضلي. استمتعت بقعدتي معاك، وهدفنا نسلط الضوء على الطب البيطري، عشان كده هستناكم يوم الأربع الساعة 5 تتفرجوا علينا في برنامجكم بيورفيت مع آية الجيار ودكتور حاتم بهجات. شكرا.